برضو المتابعة يعني أخيرة، واحد بيقول أنا متحير أي المسارين أسلك، أقرأ قرآن وأزكي نفسي وأتردد على المساجد وحلق العلم، أم أنا موهوب في تطوير ألعاب رياضية ألعاب إلكترونية بترسخ الهوية دينا ولغة، عندي خبرة في مجال الأمة تحتاجه، أطفال المسلمين يحتاجونه، فأنا متحير أحط وقتي في تعلم القرآن والتزكية ولا أستثمر جزء من وقتي في تطوير ألعاب هي وإن كانت ألعاب إلا أنها بتؤدي رسالة، ألعاب هادفة تؤدي لترسيخ الدين واللغة والقيم والخلق إلى آخره. أقول له يا عبد الله، ولماذا تقيم خصومة بين الأمرين؟ اتخذ إلى ربك سبيلا من كليهما، اضرب في كل غنيمة بسهم، وتطوير الألعاب التي ترسخ الهوية دينا ولغة عبادة جليلة، وتعلم القرآن عبادة جليلة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن انتبه، العبادة التي يتعدى نفعها إلى الغير أولى في الجملة من العبادة التي يقتصر نفعها على صاحبها، فلا حرج أن تقتطع جزءا من وقتك لتطوير الألعاب الهادفة التي ترسخ الدين كما قلت عقيدة ولغة وحضارة، وتحتسب وقتك في هذا على الله عز وجل، وتهتم على التوازي بتعلم القرآن وتدبره، والله تعالى أعلى وأعلم.